بالنسبة لدرجات الحرارة بشكل مفصل، الأجواء في المملكة حاليا تشهد معظم مناطق المملكة، ونتوقع أن تكون الأجواء صيفية حارة نهارا، معتدلة بالمناطق المرتفعة وحارة نسبيا في الأغوار، وبتشهد معظم مناطق الشمالية حاليا تناثر للسحب المنخفضة خصوصا في المرتفعات الشمالية، بينما بتمركز مرتفع جوي يؤثر على معظم مناطق الجنوبية في جنوب إفريقيا ويؤثر على زيمبابوي وكذلك في تنزانيا. بهيك انتهت توقعاتنا لأجواء الأردن ومعظم مناطق العالم وشبه الجزيرة العربية. ننتقل لمادو بول في الاستوديو لمتابعة بقية برنامج صباح الخير. جعفر، اللي عندهم أعراس الأيام القادمة المساء كيف راح يكون الجو في عمان وفي المناطق المحيطة في عمان؟ راح يكون الجو بجنن، الهواء كويس وراح تكون الجو منعشة، يعني تقريبا سرعة الرياح 20 كيلومتر بالساعة وغربية. ذكرت انه راح يكون في شوية رطوبة، انت بنشاطك الجوية في رطوبة الجوية. رطوبة يعني بتخفف من تأثير الأجواء الحارة، مش رطوبة خانقة، رطوبة اللي هي بتلطف أكثر من بتلطف يعني. خاصة الصبح والمساء بالليل. بس يعني الجو جيد انه حدا طبعا احنا محظوظين خاصه بشهر 8 شفنا هلا الهواء كيف قبل شوي لما كنا فوق، يعني في هواء اليوم الحمد لله. الحال الجوي المتوقع صبح وتطوراتها بمنتصف النهار. تحية مشرقة لمشاهدينا مرة أخرى من جديد.